وأما عن أخبار الطقس والحالة الجوية، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدا الاثنين حارا على القاهرة الكبرى والوكي البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئا على السواحل الشمالية الغربية، لطيفا ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية.